دانا لداني دين داني يا دانا لداني دين داني يا دانا هلا مولاي سيد الغالي حفظك الله وعاش سلطاني هلا مولاي مرحبا الغالي فداك الروح مالي وحالي بكم قابوس راسنا عالي عظيم الشان عاش سلطاني هلا مولاي سيد الغالي حفظك الله وعاش سلطاني كريم الجود سيد الوافي دعين الله ظاهر وخافي عساك بخير دوم متعافي حفظك الله رمز أوطاني هلا مولاي سيد الغالي حفظك الله وعاش سلطاني بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام حياكم الله في صباح جميل ومشرق. من الأمس كانت البهجة عامرة في هذا الوطن الغالي وأيضا على هذا الشعب الأبي والوفي، وخاصة بعد الكلمة السامية لمولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. يعني إن كانت شبكات التواصل الاجتماعي، شبكات الإذاعة، التلفزيون، الناس في إن كانت على مستوى المساكن، المقاهي، الجماعات الأسرية، الكل كان يتحدث على أثر هذه الكلمة السامية وطمأنة هذا الوطن وكذلك هذا الشعب الأبي بصحة وعافية مولانا حضرة صاحب الجلالة، وخاصة لما يعني كان هناك الحوار الأبوي من قبل أب تجاه أبناء. بالفعل كانت كلمة رائعة جميلة أثلجت الصدور وأسعدت القلوب وجعلت دائما الدموع الفرح هي تكون مصدر الأساسي بفرحة سلامة مولانا الله يحفظه ويرعاه. وصباح الخير أميرة. صباحك نور عبد الله، وصباح باذخ بحب الوطن، وصباح متجدد بمشاعر الولاء والعطاء لباني هذه الأرض ولهذه الأرض الطيبة. يعني أمس أصبحنا على مفاجأة جميلة جدا اطمأنت بها قلوبنا واطمأنت بها أعيننا، واليوم يعني في هذا الصباح نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على جلالته بالصحة والعافية وأن يرجع لنا سالما غانما. آمين إن شاء الله. آمين. إحنا نقول قرة عينك يا عمان إن شاء الله، وهذا الشعب الأبي بشهادة مولانا سبحانه يعني الله يعطيه الصحة والعافية وهو بصحة وعافية. أتوقع الكلمة الكل أمس يمكن سمعها مرات ومرات، فاليوم احنا كذلك في برنامجنا قهوة الصباح حبينا تكون أول الفقرات هي كلمة مولاي حضرة صاحب الجلالة، ومن بعدها يبدأ مسير قهوة الصباح. نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المواطنون الأعزاء، إنه لمن دواعي سرورنا أن نحييكم وبلدنا العزيز في هذه الأيام المباركة على مشارف الذكرى 44 لمسيرة نهضته الظافرة التي تسير وفق الثوابت التي أرسينا دعائمها منذ اليوم الأول لها. وإننا لنحمد الله عز وجل ونشكره ونثني عليه على ما يسر لنا من رشد وصلاح للأخذ بهذه المسيرة نحو دولة عصرية راسخة الأركان، ماضية بكل عزيمة نحو مستقبل مشرق واعد من التطور والنماء. وإنه
يسرنا أن نوجه إليكم جميعاً التهنئة بهذه المناسبة السعيدة التي شاءت الإرادة الإلهية أن تتزامن هذا العام ونحن خارج الوطن العزيز للأسباب التي تعلمونها، والتي ولله الفضل أن هيأ لنا من النتائج الجيدة ما يتطلب منا متابعتها حسب البرنامج الطبي خلال الفترة القادمة، معبرين عن سرورنا العميق وشكرنا البالغ على ما أبديتموه وتبدونه من مشاعر صادقة ودعوات مخلصة. والله العلي القدير ندعو بأن يحفظكم أبناء عمال المخلصين ويرعاكم كراما أوفيا. كما يسرنا أن نحيي قواتنا المسلحة الباسلة بكل قطاعاتها في جميع ثغور الوطن العزيز على دورها الوطني الجليل الذي يلقى منا كل التقدير على الدوام، مؤكدين سعينا المستمر بعون الله في مدها بكل ما هو ضروري من المعدات للقيام بأداء واجبها ورسالتها النبيلة في حماية تراب الوطن والذود عن مكتسباته. نسأل الله أن يمدنا بعونه ويؤيدنا بتوفيقه لكل ما فيه خير عمان، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سبحان الصمد المقصود صاحب الكرم والجود والعطاء الممدود، يا من ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وحمده عز للحامدين وبابه مفتوح للسائلين
ورحمته قريب من المحسنين. يا مجيب الدعاء، يا ذا المن والعطاء، يا رب الأرض والسماء، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تحفظ سلطان البلاد المفدى وترزقه الصحة والعافية والسعادة الدائمة والعمر المديد. اللهم ارزقه الخير ووفقه له يا رب العالمين. اللهم أبعد عنه كل سوء ووفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم رب الناس أذهب الباس، أشفه وأنت الشافي، اشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم سدد أقواله وبارك في أفعاله وعمر بالأفراح أيامه. اللهم كلل مساعي سلطاننا بالخير واجعله قدوة للغير. اللهم افتح لسلطاننا فتوح العارفين واجعله لعمان نورا مبينا. اللهم يا ملك يا قادر، وفق سلطاننا قابوس لكل خير بنور قدسك يا قدوس. اللهم واحمي بحماك حامي الحوزة العمانية سلطاننا قابوس بن سعيد ووالي من والاه، وبقدرتك أيده بيد القدرة الإلهية وأمطر سحائب فضلك الواسع على ربوعه ومغناه، وبرعايتك جنب عماننا كل مدلهمة ورزية، وهبها من الخيرات والبركات ما تقر به عيون أبنائها، وامنح العزة والمهابة القوية لسلطاننا حفظه الله وثبته بتمكينك وقوتك القهرية، ومكن حكومته وانصر جنده، وأصلحنا وأصلح سائر البلاد الإسلامية، واكتب السلام للعالم وشعوبه، واهد قادته
واهد قادته إلى السبيل الذي ترضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. جزاك الله خير ضيفنا وشيخنا في هذا الدعاء الجميل، شيخ طالب بن سعيد القنوبي، إمام وخطيب جامع السلطان قابوس، اللي حبينا نستفتح فيه برنامجنا قهوة الصباح بعد كلمة صاحب الجلالة هذا الدعاء المبارك. اللهم اجعله يعني دعاء مقبولا، وإن شاء الله دائما كذا يكون مباركا على الأمة العربية وكذلك الإسلامية، وأيضا يعني هذا الدعاء يعني يكون طلب لله سبحانه وتعالى أن يشفي صاحب الجلالة ويرجع لنا إن شاء الله سالم غانم، وخاصة من خلال الكلمة كانت يعني مبهجة ومفرحة، وطمن من خلال الكلمة هذه كلمة صاحب الجلالة طمنت القلوب وأسعدت الناس إن أنهم شاهدوا مولانا وبصحة وعافية، وإن شاء الله يا رب يرجع لنا سالم غانم وبالأفراح إن شاء الله تهل الأخبار الطيبة خلال الأيام القادمة. زينا زي ما هي موجود في كافة برامج الإذاعة والتلفزيون من أمس حتى هذه اللحظة، كلهم يمكن الثيم الأساسية هي كلمة صاحب الجلال وأثرها على مشاعر الجمهور. تحية لك مرة ثانية أميرة، نورتينا، حياك الله. وكالعادة أنه في ناس حابين يتواصلوا مع البرنامج يعني أكيد في مشاعر معينة تختلج في صدورهم وحابين أنه يوصلونها، ومن خلال برنامجنا قهوة الصباح في تواصل وفي اتصال من أمريكا، ما أعرف إذا كان الاتصال جاهز. احنا بس عشان نعطي فكرة، احنا من عادة البرنامج تكون عندنا فقرة الحدث أن نتواصل مع حدث معين، ولكن اليوم لأنه هو الحدث الأبرز فحبينا أن تكون مشاركة من خارج الاستوديو إن كان من داخل أو خارج السلطنة، فبتكون عندنا اتصالات من داخل وخارج السلطنة للي يحب يشاركنا ويعبر عن مشاعره بعد الكلمة السامية اللي كانت بالأمس. على ما يجهز الاتصال أنا بعطيكم بس فكرة محتوى حلقة اليوم. إن شاء الله بيكون معنا إن شاء الله سعادة علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام، وبيكون حول أصداء فرحة وطن حول الكلمة السامية. أيضا بتكون معنا شاعرة من دولة الإمارات العربية المتحدة مشاركة في فعاليات ثقافية صهيل الشعر، بتكون لها وقفة حوارية من خلال برنامجنا، الأستاذة كلثم عبد الله سالم، واللي إن شاء الله بتكون لها نصيب من لحظة حوارنا معها. أيضا بيكون معنا حسين بن جاسم البحراني وهو مصور فوتوغرافي من ضمن فقرة صور بعيون عمانية، ولكن بتاخذ صبغة فرحة وطن وسحر جمال مسقط. أيضا بيكون معنا الشاعر فيصل بن عبد الله الفارسي، بتكون له كلمة من خلال مشاركته. أيضا بيكون معنا إن شاء الله الدكتور سامي بن خالد زجالي وهو صيدلي ومختص في التسويق الاجتماعي، وأيضا بيتخلل حوارنا حول المشاعر والفرحة وخاصة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. أيضا بيكون معنا ربط من ولاية عبري للمظاهر الابتهاج والفرحة حول فرحة المواطنين، وعدد مع المراسلين اللي نحاول نتواصل معاهم، يا أن بتكون مادة مصورة داخل الاستوديو نشوفها مع بعض، أو أنها بيكون معنا اتصال مباشر صوت وصورة. هذا محتوى حلقتنا كضيوف ومشاركين. الاتصال موجود بكم مع أميرة. صباح الخير. صباح الخير. السلام عليكم. مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم، كيف الحال؟ الحمد لله بخير. شو أخبارك؟ كيف الصحة؟ الحمد لله بخير. الله يعافيك، كل عام وانت بخير، وحياك الله في برنامجك قهوة الصباح. وانتم طيبين، وهذا تشريف جدا لي اني اتكلم في هذا البرنامج. طبعا معنا قيس بن علي الشعيلي، طالب بجامعه كنتاكي بالولايات المتحده الامريكيه. صباحك نوفمبري اكيد اخوي قيس، لديك كلمه او مشاعر معينه حاب انك تتواصل معها او معانا عن طريق برنامج قهوه الصباح، تفضل الكلمه لك. إيه نعم، أشكركم أول شيء على إتاحة هذه الفرصة لي، وطبعاً راح أعبر فيها عن كلمة عن كل الطلبة المتواجدين في جامعة كنتاكي وبالأحرى في الولايات
المتحدة الأمريكية. في البداية اسمحي لي صباح هذا اليوم المبارك أن أتقدم بأسمايات التهاني والتبريكات نيابة عني وعن إخواني الطلبة والطالبات الدارسين في جامعة كنتاكي بالولايات المتحدة لتهنئة الشعب العماني بمناسبة الرسالة الميمونة التي كانت منتظرة بفارغ الصبر من كافة فئات المجتمع، والتي طمن فيها القائد المفدى أبناء شعبي وزاح عنهم حمل التفكير والقلق عليه وعلى صحته. ولا شك أن جميع الطلبة المتواجدين في خارج السلطنة تشاركوا هذه الفرحة مع أبناء الوطن المتواجدين هناك. طبعا في ولاية كنتاكي منذ لحظة صدور الخطاب بالأمس تهافتوا جميع الطلبة والطالبات لتبادل التهاني بهذه المناسبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وأيضا تم نشر رسالة تهنئة للشعب العماني ولجميع الطلبة الدارسين في الخارج على صفحة جمعية الطلبة العمانيين في جامعة كنتاكي في برنامج الفيسبوك. من ناحية أخرى طبعا راح يقام هناك احتفال بمناسبة العيد الوطني 44 للمجيد بتاريخ 24 من نوفمبر الجاري هنا في الجامعة، سيتضمن أبريد ليعطي النبذة وليس الحصر حول الجهود الجبارة التي قام بها القائد المفدى للارتقاء بالوطن المعطى وأبناء شعبه. طبعا احد اوجه هذه الجهود هو الاهتمام بتنمية الموارد البشرية من الناحية التعليمية منذ بزوغ فجر النهضة، ودليل على ذلك البعثات الخارجية التي وصل عددها يعني عدد كبير، وذلك لتنمية الموارد البشرية علميا قيس بعد لأرقى المستويات. قيس إذا تسمعني ودي أعرف هل على مستوى كنتاكي بس بيكون الطلبة ولا ممكن يجونكم مع عدد من الطلاب من الولايات الثانية؟ والله أخي العزيز إحنا عندنا هنا نظام ولايات، كل ولاية موجودة جمعية طلبة، ولكن إحنا راح نشارك الاحتفال مع ولايتين أيضا، واحدة منهم راح تكون أوهايو كولومبوس وأوهايو ستيت راح يجتمعوا معانا ونعمل احتفالات، وايضا راح نشارك في احتفالات الولايات الثانيه علشان يعني تكون احساس وطني اكثر وتعبير بالفرحه اكثر. الله يبارك فيكم، شكرا لك قيس ونورتنا، وتحياتنا لكل الطلبه والطالبات على مستوى الولايات المتحده، وان شاء الله دائما كذا تكونوا بصحه وسعاده وان شاء الله ترجعوا لنا بالشهادات الكبيره. شكرا مره ثانيه يا قيس، تسلم. اشكرك يعطيك العافيه، تسلم. بس حبيت أقول لكم إن يعني من أمس تقريبا من بعد الكلمة السامية وكانت البهجة منتشرة على مستوى ربع السلطنة واحتفالات الولايات كل واحدة على حدة. هذه اللقطات حاليا هي لقطات حديثة من ولاية عبري، من يعني هنا تلاحظ يعني بهذه اللحظات، في هذه اللحظات ترى وصلت لنا المادة، حبينا تكون دائما ظاهرة معاكم من خلال الشاشة وبالتحديد من خلال برنامجنا قهوة الصباح، يعني مواكبة الحدث في كل بقعة بكل صوب في هذا الوطن الغالي. في نفس الوقت نحن بنحاول نعرضكم مجموعة من الصور المشاهد اللي كانت بالأمس، وبنستكمل معاكم كذا كل الأحداث الموجودة الحين في هذه اللحظات اللي قاعد تقدم على مستوى الولايات وأيضا المحافظات. وترى نكرر ما عليكم أمر، بس تحطونا رقم الهاتف اللي يحب يتواصل معنا مباشرة ويحب يشاركنا في هذه الفرحة الكبيرة من خلال برنامجنا قهوة الصباح على 2494370001 ولا 02 3700. إذا كنا بناخذ اتصال نقول مرحبا، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال؟ يا مرحبا، مين معاي؟ يا أحمد بن ناصر العلوي من محافظة ظفار. حياك الله أحمد، تفضل يا أحمد. الله يسلمك، حبينا نشارك ويعني من أمس ونحن فرحانين بخلال هذه الكلمة السامية التي أثرت فعلا صدورنا ومنتظرينها صارنا فترة يعني. والحمد لله وندعو الله العلي القدير أن يمده بالصحة ويعافيه يا رب العالمين يعني. آمين آمين. مشكور يا أحمد. ولا أنت من صلالة أحمد؟ من صلالة نعم. تعطيني فكرة إيش اللي صار مثلا أمس من يعني مشاركات واليوم إذا كانت هناك في من أمس ونحن في غاية الفرح والسعادة صراحة، واليوم إن شاء الله في
مسيرة في صلاة له الولاء والعرفان صاحب الجلالة. نعم. والله يطول في عمره. آمين إن شاء الله يا رب. ويحفظ له للبلد الغالي العزيز ويرده سالم غانم إن شاء الله بإذن الله. آمين الله يسلمك يا رب العالمين. آمين. حبيت بس أشارك بهذا الشيء وربنا يطمننا عليه. آمين كل يا رب. آمين. كل يوم بإذن الله. الله يسلمك. شكرا لك أحمد وشكرا على اتصالك وعلى مشاعرك. ما قصرتوا. احنا زي ما قلنا لكم مشاهدينا على اتم الاستعداد لاستقبال اتصالاتكم. واحنا شكرا يا احمد. تسلم. ما زلنا متواصلين معاكم من خلال فقرات برنامج قهوه الصباح. الحين بناخذ فاصل قصير وبعد الفاصل راجعين. اليوم الفرحة مختلفة وخاصة بعد الكلمة السامية لمولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. وكانت البهجة بالفعل لا توصف. حتى بالفعل لما العبارة تعجز يعني الكلمة أن توصف المشاعر، بالفعل هذه العبارة كانت في محلها بالأمس ومستمرة حتى هذا اليوم. معنا في هذه الفقرة ضيف عزيز دائما على شاشة تلفزيون السلطنة، على هذه المؤسسة الإعلامية، على يعني لي شخصيا لأن على يعني تحت إيدي أنا تتلمذ أسلوب التقديم، وكذلك كان لي شرف أني أشارك في فقرة من الفقرات. كنت هذيك الفترة صغير في السن، بابا كبره ولكنه دائما كبير في أعماله ونشاطاته وأيضا بدوره. سعادة علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام، أنا سعيد كثير بوجودك معنا ونورتنا وأشكرك جزيل الشكر أن تقبل دعوتنا في صباحية هذا اليوم. شكرا أخي عبد الله، أنا اللي سعيد بوجودي بينكم زملاء أعزاء وصحبة صحبة ممتدة بإذن الله وتعاون مستمر. أشكرك وأشكر الأخ فخري مخرج البرنامج وكل الزملاء في هذا البرنامج، وهو يوم أيام سعيدة وبهيجة علينا جميعا، يحق لنا نفرح بها وأن نعبر فيها عن مكنونات النفس تجاه الوطن، تجاه القائد
حفظه الله ورعاه. نعم، بالأمس كانت يعني المشاعر مختلفة وكذلك الطباع مختلفة، وكل كان له ردة فعل تجاه المشهد وخاصة لحظة إلقاء الكلمة. احنا مخرجنا مجهز لنا صورة وحابين نسمع تعليقك وتعبيرك. هذه صور مباشرة حاليا يعني بثها وحقناها من خلال البرنامج قهوة الصباح، زي ما هي ظاهرة يمكن حتى ممكن نلاحظ بدون مونتاج بقدر الإمكان قاعد نظهرها، هي من ولاية عبري. يعني بنحاول نرجعك معنا سعادتك في الجو الإعلامي، تعليقك على مثل هذه المشاهد لما تشاهدونها. والله هذه يعني الآن أنا أرى في هذه المشاهد والمشاهد اللي انطلقت أمس بعفوية المشاعر الحقيقية للناس تجاه جلال السلطان حفظه الله ورعاه، ويعني تقدير وتثمين كبير كل ما أنجز هذا الرجل لهذا الوطن العزيز في مسيرة النهضة المباركة التي بدأت في عام 1970 واستمرت بهذا الوهج المتصاعد حتى يومنا هذه. هذه مشاعر يعني فرح، من الصعب أن تجد الكلمات أصلا في وصفة، ومن الصعب أن تحدد يعني عبارات معينة تستطيع أن توفي حق المشهد تجاه هذه المشاعر المتدفقة، تجاه هذه المشاعر العفوية. نقول دائما أنه يحق للشعب العماني أن يفتخر أن يعبر عن هذه الفرحة، لأن ما تحقق على الأرض يصفه الكثيرين أو يصفه الكثيرون بالمعجزة التي تحققت خلال 44 عام، لكننا في هذه المرحلة نجني أيضا ثمار أخرى من ثمار النهضة، هي تلك الثمار النوعية التي دأب حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم على إرسائها منذ اليوم الأول لمسيرة النهضة المباركة. يعني احنا نرى العمران، نرى الشوارع، نرى كل شيء، نرى يعني مظاهر النهضة في كل مكان، لكن هناك جانب مهم جدا هي بناء الإنسان وبناء عمان دولة المؤسسات، بناء سمعة عمان على المستوى العالمي، وهذه الأمور متحققة اليوم وتتحقق يوم بعد يوم. الآن بدأنا نجني هذه الثمار، يعني احنا جنينا مثل ما قلت ثمرة النهضة المباركة في مختلف الجوانب خلال الفترات الماضية. الآن نرى في وسائل التواصل الاجتماعي، في الشبكات العالمية، في الصحافة العالمية، في المقالات، هناك من يبرز الإنسان العماني كقيمة. هذه القيمة أصلا متأصلة في الإنسان العماني. جلال سلطان حفظه الله ورعاه منذ النهضة، منذ بدء النهضة المباركة تيقن إلى هذه المسألة، لأنه يعرف بلده، يعرف تاريخ بلده، يعرف إنسان بلده. فيعني كان من البداية تكريس مفاهيم هذه المفاهيم الوطنية، مفاهيم الحوار العقلاني، تقبل الآخر، الهدوء، البعد عن الصراعات، النأي بالبلد عن كل هذه المشكلات العالمية، لأن عمان طرحت اسمها وما زالت تطرح اسمها ك يعني نموذج في التدخل لحل الإشكاليات. وما دمت تريد أن تحل الإشكالات لا يجب أن تكون جزء من هذه المشكلات، وهذا هو النهج اللي صرنا عليه. ولذلك اليوم احنا نجني ثمار على مختلف الصعود والمستويات. استضافة السلطنة للمحادثات متعددة الأطراف حول الملف النووي الإيراني بعد يومين من الآن، هو يعني أنا أعتبره فتح كبير في مجال نجاح السياسة الخارجية العمانية، وفي يعني نفاذ فكر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، وفي إرساء مفهوم إمكانية الوصول لحل أي مشكلة كبيرة في العالم عن طريق الحوار، عن طريق التواصل. كانت هناك يعني محادثات سرية كانت برعاية مسقط، ومسقط لم تكن كدأبها دائما، لا تريد أن تكون ضمن المشهد، لا تريد أن تفاخر بما تقوم به، ولكن طبعا هذا حدث كبير ممتاز، وبالتالي أبرزته وسائل الإعلام العالمية ثم تناولته وسائل الإعلام العماني. اليوم نحن أمام مفصل جديد من هذه المحادثات، أصبح علني وأصبحنا نفتخر به. هذا سؤال اللي يطرح نفسه، يعني كرجل إعلامي والحين أنت في منصب كوكيل وزارة الإعلام، بس تعليق المشاهد اللي قاعد لاحظناها كذا قبل قليل كذاك لمشاهد لمجموعة من الأطفال وطلاب المدارس أيضا من ولاية عبري، كمتتبع يعني الصحافة العالمية، وسائل الإعلام المختلفة، شبكات التواصل الاجتماعي الحين كما تقوم بدور كثير فعال، بعد الكلمة كمتابع إيش اللي شدك؟ يعني شدتني المشاعر
العادية للناس وليس المؤسسات البساطة. نعم. شدتني يعني مجموعة التغريدات اللي انطلقت من هنا وهناك سواء على مستوى دول مجلس التعاون دول الخليج العربية من كثير من الأشقاء سواء كانوا مسؤولين في بعض الدول الشقيقة أو من خلال بعض المواطنين الذين أطلقوا العنان لمشاعرهم للتعبير عن حب هذا الرجل وحب عمان وحب أهل عمان لأن احنا نعتبر أننا يعني كلنا نشكل وحدة وحدة وطنية يعني قائدنا وطننا وقائدنا وأحنا كشعب من يحبنا يحب وطننا ويحب شعبنا ويحب قائدنا ويحب بلدنا ومن يحب قائدنا نعتبر أنه يحب هذا البلد ويحب شعب عمان. بالتالي هذه المشاعر الجياشة التي يعني رصدناها من خلال هؤلاء الناس يعني كانت تعبر عن يعني هذا المفهوم اللي تحدثت عنه سابقا وهو أن عمان استطاعت أن ترسخ اسمها كدولة سلام ومحبة وحوار وتواصل مع مختلف الدول ومع مختلف الشعوب وأثبتت أن الخلافات سواء كانت الخلافات العربية أو كانت الخلافات بين أي دولة ودولة أخرى حتى لو اختلفت المفاهيم واللغة والأيديولوجيات بالإمكان الوصول فيها إلى حلول طالما أننا انتهجنا منهج التقارب والحوار مع الآخر. لاحظنا أنه بمجرد ظهور الكلمة السامية انتقلت إلى مجموعة من المواقع الإلكترونية وبعضها رسمي في كما في الحال في جمهورية مصر العربية كما هو الحال بالنسبة للشبكات في دول مجلس التعاون دول الخليج العربية. اليوم أيضا في جريدة عمان مقال جميل رئيس تحرير جريدة شرق القطرية الأستاذ جابر الحرمي وهو يعني أيضا من الإخوة الأعزاء علينا يعني من الناس اللي أنا أتواصل معهم ونلتقي دائما والمقال اليوم في جريدة عمان لما تقرأ هذا المقال يعني تحس إنه اللي كاتبه ما واحد من خارج حدود عمان ليس يعني ليس ذلك الإنسان يعني ما يحمل جنسية قطرية كأنه عماني يعني يمكن العماني يمكن يتحفظ لكن هذا الرجل يعني أطلق لمشاعره العنان في كتابة هذا المقال وسنجد خلال اليوم إلى بكرة إن شاء الله يعني سنجد أن كثير من هذه المشاعر بدأت تظهر وبدأت كثير من الكتابات فإحنا نوجه الشكر لكل الأشقاء ولكل الأصدقاء الذين يعني عبروا عن مكنونات الحب لهذا الوطن ولهذا القائد في هذه المناسبة. لما كنت الكلمة وين سمعتها؟ كنت في اجتماع كنت في المكتب ما أعرف إذا صار الكلمة كنا في اجتماع واجتماع كان في وزارة السياحة في لجنة مشكلة من مجلس الوزراء لغرض ما وطبعا انا ملتزم اني انا ما ادخل الى الاجتماعات ومعي الهاتف هاتفي كان مغلق وطبعا اصحاب السعاده كلهم ايضا هواتفهم كانت مغلقه لكن بعد الاجتماع يعني لما فتحنا الهواتف وجدنا هذا فيعني يعني انتابتنا حالة غير عادية من الفرح يعني كل يهني نفسه ويهني الآخرين بهذه المناسبة لأن الانتظار كان طويلا بالنسبة لنا انتظار إطلالة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وخلال الفترة الماضية طبعا الناس كانت تتساءل يعني عن حضرة صاحب الجلالة عن صحة حضرة صاحب الجلالة وبالتالي يعني صدر هناك طبعا أكثر من بيان حول هذا المفهوم ولكن لماذا هذه الكلمة في هذا التوقيت بالذات يعني لأننا ندخل إلى المرحلة الحاسمة المرحلة المهمة وهي مرحلة الاحتفال بالعيد الوطني الرابع والأربعين المجيد وبالتالي يعني جلال السلطان الله يحفظه يعني لم يشأ أن يوجه هذه الكلمة مكتوبة ولم يعني يشأ أن يوجه هذه الكلمة مسجلة مثلا بالصوت لكن أرادها صوت وصورة ليقول لنا أنه يعني موجود كما هو موجود في داخلنا في قلوبنا في عقولنا في وجداننا أراد أن يقول لنا أيضا أنا موجود في هذه المناسبة وما أعتقد أنه كان في شيء بيطمن الشعب العماني أكثر من هذه الكلمة لأنك مهما حاولت أن تقول مهما ظهر مثلا أحد المسؤولين في الدولة وقال حتى لو ظهر مسؤول يتحدث عن أنه من المقربين مثلا أو من المسؤولين الكبار أو عن لسان صاحب الجلالة لن يكون له هذا الوقع الكبير فهذه رسالة مهمة في توقيت مهم وجاء السلطان حفظه الله ورعاه يشير إلى أن هكذا شاءت الظروف أن يكون جلالته خارج الوطن في هذه المناسبة
العزيزة، ولكن نقول له أنت خارج الوطن ولكنك داخل في قلوبنا وفي عقولنا وفي تفكيرنا وموجود معنا في تفاصيل هذا الوطن العزيز. سعادتك أنا سعيد كثير بوجودك معنا، نورتنا في هذه الإطلالة الصباحية، وأشكرك أنك تقبل دعوتنا مرة ثانية في برنامج قهوة الصباح. وإذا في كلمة أخيرة تحب توجهها فالكلمة لك تفضل. أنا أولا أنا ما تقبلت دعوة، أنا تشرفت. الله يخليك. وأتشرف أيضا بتواصلكم كزملاء، وأتشرف يعني بوجودي وحديثي ولو كلمة واحدة في هذه المناسبة العزيزة، لأنها فعلا مناسبة يعني مشاعر جياشة. وأنا يعني شرف لي أولا، وأنا أشكركم على أنكم أتحتوا لي هذه الفرصة اليوم والبارحة بأن أكون يعني جزء من هذا المشهد، جزء بسيط في هذه المشاعر، وسط هذه المشاعر العارمة، وسط هذه المشاعر الجياشة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بالصحة والعافية والعمر المديد، وأن يعني تكتمل هذه الفرحة بعودته إلى أرض الوطن. نحن أيضا نعاهد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بأن نكون دائما الجنود الأوفياء، الأبناء المطيعين، أن نكون في خدمة عمان، وأن يعني نستمر في عملية البناء خلف قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، ونفتخر بما تحقق لعمان خلال عهده الميمون، ويعني أيضا ننتظر المزيد من الإنجازات على مختلف الصعود والمستويات. شكرا لسعادة علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام لنورنا برنامجنا قهوة الصباح مع هذه الوقفة الحوارية الصباحية. شكرا مرة ثانية سعادتك ونورتنا. تسلم أخي عبد الله. ما قصرت. احنا بناخذ فاصل قصير، وإن شاء الله بنلحظه ولحظة بتلاحظون كاميرا البرنامج تأخذ لكم لقطات من عدد من ولايات ومحافظات السلطنة لفرحة ومشاعر المواطنين بالكلمة السامية. فاصل وراجعين.
رجعنا لكم مرة ثانية مشاهدين الكرام، وكما عودناك من خلال برنامجنا قهوة الصباح مواكبة كافة الفعاليات، هذا إذا كان على الأيام العادية، فما بالكم إذا كانت بالأمس الكلمة السامية هي مصدر البهجة والسعادة والفرح لهذا الوطن الغالي وإلى الشعب هذا الوفي والأمة المقيمة من جاليات عربية وكذلك صديقة. بالفعل كانت الأمس يعني من صباحية هذاك اليوم إلى هذا اليوم وإحنا في سعادة وبهجة وحديثنا وشغلنا الشاغل الكلمة السامية ومدى مشاعرنا الجياشة تجاه هذه العبارة. زي ما لاحظنا اليوم من بداية الصباح قاعد نأخذ لكم لقطات من ولاية عبري تأكيدا حول هذا الموضوع. معنا ربط مباشر مع زميلنا خليفة الشماخ، نقول لك صباح الخير خليفة. صباح الخير. صباح الخير أخي عبد الله، صباح السعادة، صباح الخير أخي عبد الله، صباح السعادة، صباح الابتهاج من هنا من محافظة الظاهرة. خليفة بس لو تعطيني فكرة عامة عن اليوم، قاعد نلاحظ مشاهد عديدة إن كانت على مستوى مسيرات أو في نفس الوقت على مستوى طلاب المدارس، فتعطيني صورة عامة لهذه المشاعر الجياشة، من متى بدأت التحضير لها؟ فالكلمة لك تفضل. أخ عبد الله، بداية نحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا برؤية أبانا وقائدنا ومولانا وحبيبنا جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. بالطبع منذ الأمس، منذ أن رأينا الكلمة السامية لجلالة السلطان المعظم، عمت الفرحة كافة ربوع ولايات محافظة الظاهرة. ومنذ الأمس والأسرة العمانية في هذه الولايات تشهد أفراح وابتهاج بهذه المناسبة السعيدة التي تتزامن مع ابتهاجنا بالعيد الوطني 44 المجيد. بالأمس شهدنا يعني تسابق وتهافت من الأطفال والرجال والنساء على المحلات التجارية وعلى المكتبات لشراء الأعلام وصور جلالة السلطان واللافتات والخناجر واستعدادهم لصباح هذا اليوم. منذ الصباح الباكر مدارس ولايات محافظة الظاهرة خرجت في مسيرات معبرة عن الولاء والابتهاج بهذه المناسبة السعيدة أخي عبد الله. شكرا لك خليفة، أنا أوعدك إن شاء الله بين لحظة ولحظة إذا كان هناك في لقطات جديدة أو حديثة. أشكركم على المواد اللي قاعد ترسلون لنا إياها، وإن شاء الله نوعد كذلك مشاهدينا الكرام بأبرز اللقطات الحديثة على مستوى ولايات ومحافظات السلطنة. شكرا لزميلنا خليفة الشماخي، والشكر موصول كذلك للمصور محمد الغريبي، الله يعطيكم الصحة والعافية على هذه الجهود، وأوعدكم إن شاء الله بين لحظة ولحظة تكون لنا نافذة من خلال برنامجنا قهوة الصباح. الآن بيكون للكلمة وللقصيدة وللشعر مشاعر مختلفة. شاعرنا القادم فيصل الفارسي، الكلمة لك. قابوس يا قبلة بالسلم تلتحم، يا قبلة في جبين الصبح ترتسم، مرت على اسمك الأمجاد قائلة ودفء قلباه ممن اسمه علم. الدفء ليس وحيد أغنية السلام بأرضنا، فله من الأخوات ألف غمامة حبلى بماء العشق تسكبه على دمنا، فتورق من أناملنا نخيل لا يطاولها سوى ألف تنام الشمس في أطراف خنصره، مزون تسكب أنفاسا بريح صبا، ترمي الكهولة في آمالنا بصبا، إذ سال من غيمها حب لقائدها، لم تبزغ الشمس إلا والفضاء ربا. إذا دعتني بلادي ما أخليها، أسرج لها خيل أفكاري ولبيها، أسرج لها العاديات اللي إذا تمشي ظلالها تركض وتعجز جاريها. لو تصبروا شوي ياكم علمها الوافي، باتسمعوا دبك أرجلها وياديها، لن الرمك يوم تسمع طاري بلادي من ضبحها ترجف الأرض ورواسيها. عمان لو دمنا يروي حضارتها نفتح لها نهر من الشريان يسقيها، وإذا دعتنا بيوم السلم جيناها نقطع ضلوعنا طوب ونبنيها.
وإذا دعتنا بيوم الضيم والشدة لحظة من العمر والله ما نخليها، نسنن انيابنا ونعصب عمايمنا، ننزل من جبالها وندعس عاديها، نصطف خلف الذي تشهد له افعاله، قابوس لي بالوفا والعز بانيها. الله منح هالبلد سلطان محنك، من حكمة الأرض بين يديه يطويها. يا سيدي كل ما مالت بنا الدنيا، ثقلك يرجح لنا الدنيا بما فيها، وافضالكم بس لو فكرت عددها، 1 2 3 كيف بحصيها. خلاص أحس الشعر ما عاد يسعفني، أسطر أبياتي الجزله يمحيها. أين الفصيح؟ ألقي الفصيح لعلي أستعين به، لأرتقي من جبال الشعر عاليها. قابوس أنت الذي سطرت ملحمة، لا يكمل المجد إلا حين يرويها. وما بدت فتنة إلا انبريت لها، بضربة من سيوف العدل ترديها. وظلمة الجهل ما عادت تؤرقنا، منحتها خنجرا ما بين وجيها. مولاي سيروا بنا في كل معترك، من خلفكم قطع البيداء نطويها. البحر نشربه والصخر نأكله، والنجم نقطفه والنار نكويها. الليل نشعله والجمر ننفثه، والضبع نمهله والأسد نشويها. ما تطلبون؟ أأرواح فدا وطن؟ في الحال نخلعها طوعا ونلقيها. لا شكر يرقى ولا عرفان يا أبتي، إلا تحية قلب إذ يؤديها. شكرا. باسمك ولقياك تفتح قابوس كل العيون، كل العمر سيدي يفداك. تفتح قابوس كل العيون، كل العمر سيدي يفداك. والصعب مولاي لك بيهون، يلا عسى ربنا يحماك. رجعنا لكم مشاهدينا مجددا عبر برنامجكم قهوة الصباح، وهذه الاحتفالية بمناسبة أعيادنا النوفمبرية وبمناسبة ظهور حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه بالصحة والعافية، وهو يطمن
شعبه من خلال ذلك الخطاب العظيم. وطبعا من خلال هذه الاحتفاليه مثل ما شفنا الكليب الفنان عبد المنعم العابري، الكل يعبر بطريقته الخاصه. وقبل ذلك الكليب شفنا ايضا الشاعر فيصل الفارسي ايضا ابيات جميله. وطبعا الشعراء في هذه الاحتفاليات يعني مشاعرهم الجياشه والكثير من المواقف اللي تلهمهم كتابه ابيات جميله تطرز هذه المواقف الوطنيه. بهذه المناسبة مشاهدينا نرحب بالشاعرة الإماراتية كلثم بنت سالم بنت عبد الله بن سالم، ضيفة شرف للاحتفالية أو فعالية صهيل الشعر. حياك الله معنا ضيفتنا من دولة الإمارات العربية المتحدة. يا مرحبا وسهلا، وأنا طبعا يسعدني وجودي وحضوري ومشاركتكم هذه الأحاسيس الجميلة اللي يعني اعتبرت أنا بعد وجودي هني أضاف لي فرحة زيادة، لأن واكب حضوري ودخولي على السلطنة مع الخبر السعيد اللي أثلج صدور الجميع وأثلج صدورنا طبعا نحن في الإمارات حكومة وشعب بالتأكيد يعني. وإحنا سعيدين جدا بتواجدك، وطبعا الكل أمس محتفل مش العمانيين بس، دولة الإمارات وباقي دول الخليج وحتى الوطن العربي بأرجائه المختلفة. أنا حزتني كلمة أنت قلتيها في البداية قبل لا ندخل للأستوديو، أنه أنت تحتفلوا مش أبوكم بس، مش أبونا إحنا، حتى أبوكم أنتوا بس. أنا الزكام أثر علي. يعني في البداية شعرتنا حابين كذا تعرفين كيف كانت بداية كلثم، سيرتها الشعرية، شو من البحور تفضل، وبعدين راح نتجه إن شاء الله للقصيدة اللي كتبتيها بهالمناسبة. في البداية طبعا ما أدري، أحيانا يقولون إن الشاعر يتمرس على الشعر ويتدرب ليكون شاعر، وأحيانا شاعر موهوب، وأحيانا أخرى شاعر يعني نحن في بطريقة وبطبيعة إطلاق البدو يطلقون على بعض الشعراء اللي هم اللي عندهم حليلة، يقولون حليلة حليلة، كأن هذه الحليلة هي اللي تورد عليك وهي اللي تملي عليك أنك تكتب أبيات معينة أنك تكتب. فأنا من الطفولة يعني الحمد لله وأنا أكتب يعني، وكنت حتى بديت أكتب الشعر الفصيح. حليلتك شغالة من يوم كنت صغيرة؟ من يوم أنا صغيرة حليلتي وياي واكبة. والحليلة طبعا كانت حاضرة أمس بظهور أبونا قابوس طبعاً. وكتبتي أبيات جميلة، نسمح الأبيات إن شاء الله. والله حتى أنا اليوم الصبح كتبت شيء صغير شيء فقرة بس فصحى قبل الأبيات يعني قبل القصيدة يعني طبعا القصيدة ما علينا، ناخذ الحصري اليوم منك إن شاء الله. طبيعي حصري أكيد حقكم. تقول قابوس سلطان القلوب، فرحة وطن فرحة عمر فرحة شعوب، قابوس سلطان القلوب، قابوس والد كل دار، اليوم تشعر بالحنين وبالمعزة والفخار، من الشمال إلى الجنوب قابوس سلطان القلوب. قابوس سلطان القلوب، كلمات جميلة يعني حقيقة. بالأمس 4 دقائق هزت مشاعر العمانيين، فكيف مشاعر الشعراء؟ أكيد ألهمتكم للكتابة وألهمت الرسامين والأطفال وكل شرائح المجتمع وفئاتهم المختلفة. كلثم خبرينا عن دواوينك الشعرية، كتاباتك السابقة، حابين نعرف كلثم عن قرب. والله الحمد لله يعني أنا من بديت يعني و قبل طبعا كنت أختبر هاي حليلتي كيف بتكون مخلصة وياي يعني في الكتابة، فكنت أجمع معظم اللي أكتبه من قصائد فصحى وقصائد نبطية، فكنت أجمعها بشكل
لكي أقوم بالفرز والاختيار يعني. فبعد إن جمعت ما يتجاوز 1000 قصيدة أو ما يزيد، اخترت من كل مجموعة من الفصيح ومن النبطي اخترت 40 قصيدة، ومن هنا 50 قصيدة حتى تكون انتقاء يعني وخلاصة ممكن تجربة شعرية. فصدر ديواني الأول. يعني أنا أشوف أنه بجوارك ديوان شعري. هذا آخر ديوان. هذا آخر ديوان ممكن أنه نوري للمشاهدين. هذا الديوان الأخير بعنوان ملامح الماء. ملامح الماء هذا ديوان شعر فصيح، وهذا الديوان موجود في مكاتب معينة في دار الياسمين، الحين في معروض في معرض الكتاب في الشارقة موجود. جميل جدا. وبالنسبة لمشاركتك لفعالية صهيل الشعر، أمس كانت عندنا ضيفة يعني تكلمت عن هذه الفعالية، بالنسبة لتواجدك وحضورك. والله الحمد لله، يعني هي أصلا المناسبة كلها من أجل الاحتفال بالوطن، بالوطن وبشفاء السلطان وعودته إن شاء الله. فنحن آملين إن شاء الله أن نعيد الاحتفال بعودته وصوله سالما إلى أرض الوطن إن شاء الله. القصيدة هذه اللي كتبتها بتكون مشاركة إن شاء الله اليوم عندنا في منح بعنوان قلب الوطن. بس لو تعطينا مطلع بسيط جدا لأنه في مشاركات كثيرة راح تدخل على البرنامج. والله ما بتتجاوز يمكن دقيقة تأخذ. يعني. تفضلي. يعني قصيدة يوم تكون كاملة أو ما تكون يعني. ما تفضلي. هاي المساحة متروكة لكم، كل يعبر بحليلته. الله يخليك. تقول قلب الوطن يا ما حلا شرت الهبوب العذية لناظم المطلع سنا برق زفان داعب فواد فيه الأشواق حية قلب الوطن سلطان كل الرعية داعب فواد فيه الأشواق حية للخيل للناموس والكل طربان قلب الوطن سلطان كل الرعية قابوس يا ابن سعيد العمان عنوان في غيبتك كانت بلادك خلية والله حماك وشعبك اليوم فرحان بك يا زعيم بك يا زعيم الفكر والأريحية والمجد والطولات بك صرح يزدان شخصك لشعبك شمس عمره وفيه وحبك لشعبك فوق لقلوب نيشان يحفظ ولاءه تحت مليون طية في داخل أعماقه لكم قدر نوشان دولة سلاطين السيادة الأبية كانت مجان وظلت بفضلك عمان وحدتها بواطن وداخلية ونشرت فيها الخير شيدت بنيان حدائق فاقت على البابلية بهجة نظر في كل دورة وميدان عسى مزون الوابل المطلعية عسى مزون الوابل المطلعية تروي ضفاف عمان نفن وهتان فرحة قلوب تغير الجاذبية فرحة قلوب تغير الجاذبية تنشر بنادير الوفاء العز الأوطان يا سعد حظي والنوايا مطية أصايل نسبق من ظهور فرسان ظفار دار أجدادي الأولية ظفار دار أجدادي الأولية والشحر في دمي والأحقاف عمدان. يا سعد حظي والنوايا مطية وإحنا سعيدين بتواجدك الشاعرة الإماراتية كلثم بنت عبد الله بن سالم. وبعد هذه الفقرة الجميلة نتواصل معاكم مشاهدينا وخلوكم. حفظك الله وعاش سلطاني هلا مولاي مرحبا الغالي فداك الروح مالي وحالي بكم قابوس راسنا عالي عظيم الشان عاش سلطاني هلا مولاي
تعيش بخير في حما عهدك نقبل دايم سيدي. زي ما لاحظنا من خلال المشاهد اللي قبل شوية قبل ما ناخذ الفاصل والبعد اللي قبل ما نطلع بالحوار وهذه اللحظة مشاهد من محافظة ظفار بالتحديد من مدينة صلالة من مدرسة السلطان قابوس الخاصة تعبيرا وأثر هذه المشاعر من خلال الكلمة السامية اللي كانت بالأمس. نستكمل فقرات برنامجنا قهوة الصباح. دائما تعودتوا في فقرة برنامج قهوة الصباح تكون عندنا صور بعيون عمانية وتكون عندنا فقرة التسويق الاجتماعي من خلال دكتور سامي الزجالي. اليوم قلنا ندمجهم مع بعض بما انهم روح الشباب دائما كذا متوهجه من خلالهم. بنرحب بضيوفنا اللي منورينا داخل الاستوديو. بدايه المصور الفوتوغرافي حسين بن جاسم البحراني. حياك الله حسين. الله يحييك وسلم. مرحبا نورتنا. ايضا بيكون معنا ان شاء الله الدكتور سامي بن خالد الزجالي دكتور صيدلي ومختص في التسويق الاجتماعي. نقول لكم حياكم الله يا مرحبا. صباح الخير اخوي عبد الله. صباح الخير لكل الشعب العماني اللي قاعد يحضرنا اليوم. بالنسبة لنا عيد مثل ما حضرتك قلت اليوم مش فقط صباح الخير، صباح المحبة، صباح الولاء والانتماء للوطن والأخبار الجميلة. نعم. اللي إن شاء الله دائما كل يوم نسمع هذه الأخبار الجميلة. أنا حبيت أن أستثمر وجودكم معنا اليوم على أن هذه فقرة صور بعيون عمانية هي الهدف منها الترويج السياحي لمواقع سياحية. وحسين اليوم كان محضر لنا مجموعة من الصور لمحافظة مسقط ومدينة مسقط بالدرجة الأولى. وبالنسبة للدكتور سامي أنتم تعودتوا عليه من فقرة التسويق الاجتماعي. الحين هم شباب كل واحد أنا بأخذه على حدة. مثلا حسين دائما الصورة هي تكون معبرة وخاصة ممكن اليوم المشاهد وأمس بالليل وبعد الكلمة السامية أتوقع حتى ممكن الهواتف الذكية لعبت دور كبير كوجهة نظر مصور لالتقاط مثل هذه المشاعر واختيار هذه الزاوية. إيرك بس تعطيني مشاعرك. مثل هذه المشاعر ضروري توثيقها بطريقة احترافية أولا. ليش؟ لأنها تبقى. وهذه الصورة تعبر عن كلمات كثيرة. فالمصور اللي فاهم واللي يعني اللي واصل لمرحلة الاحتراف نعم. يدور هذه الأمور لتوثيقها بالدرجة الأولى. نعم. ثاني شيء بإخراجها بطريقة جدا جميلة. مش فقط للعمانيين. نعم. للدول الثانية القريبة من عندنا الدول الصديقة. نعم. لأن لما تشوفوا هذه المظاهر وهذه الفرحة يعني يبين فيها حبنا لصاحب الجلالة ويبين حبنا لدولتنا. فهذه الأمور ضروري تكون يعني هي فرصة. فهذه الفرصة لازم ما هل قد صورت شيء أمس؟ والله لا. للأسف. وقتي كان كله في العمل. بس في داخلي كان لا لازم أطلع. لازم أوثق. ممكن أنا شوية متخصص في مسقط وبعد كذا في المناطق الثانية. فتوثيقي أكثر شيء لصوري أكثر شيء مثل ما شفتوا يمكن للعمران والطبيعة العمانية. نعم. فحاولت أتخصص في هذا الموضوع حبي للوطن. نعم. نعم. ونفس الوقت هذا الموضوع ضروري يطلع من كل عماني. ممتاز ممتاز. بأخذ معك بعد التفاصيل. دكتور سامي ما شاء الله إحنا من خلال فقرتنا الأسبوعية كنا نتكلم دائما عن مفهوم الحوار والمشاعر وتبادل الأفكار والنظرة الإيجابية وكيف نحسن من مساري. أمس أتوقع يعني تطبيق مثل هذا الكلام كان بشكل كبير. صحيح. ما بين الكبار والصغار. يعني إذا كان والد الله يعطيه الصحة والعافية ما تعرفه أو والدة ما تعرفها تلقاك بس تبادلت معها المشاعر من فرحته. ودي تنقل لي هذا المشاعر خاصة أنا أعرف كنت عندك محاضرة أنت. صحيح. في نفس اللحظة هذيك. بالفعل البارحة كنت بأحد المستشفيات وكانت عندنا ورشة عمل مساعد الصيادلة. فكنت في الكافتيريا قبل ما أروح للورشة قبل الأخبار بشوي. ما تتصور العدد الكبير من المرضى اللي طلع من الأقسام وجو الكافتيريا فقط عشان يحضروا صاحب جلال مقام سامي في التلفزيون. والبعض الآخر كان يصور بالتلفون عشان يروح للقسم ويوري للمرضى اللي ما قادرين يتحركوا. لو شفت الدموع شفت الفرح وشفت كل واحد كيف قاعد يتكلم ما حسيت هذول المرضى. نعم. حسيتهم جايين يزوروا. نعم. مرضى في المستشفيات. نعم. بكل أمانة كان الموقف جدا جميل لأن إحنا كشباب نعرف مشاعرنا ونعرف كيف نعبر. نعم. بس هذا التعبير الثمين أنا ما شفته مثل يعني ما شفت مثل البارحة إلا بالمستشفى. نعم. لما طلعت المستشفى طلع الموضوع مش فقط في المستشفى في كل بيت بكل شركة. حتى مثل ما تفضل أخوي أحسن قبل شوي إنه كان بالعمل أنا متأكد حتى المدراء الزملاء كلهم
اليوم مجتمعين ما كان في لا حواجز لا مهنيه لا اجتماعي ولا شيء. الكل مثل ما حضرتك قلت اعرفك ما اعرفك كنا نتبادل المشاعر. ممتاز. انا بكمل معكم حوار واحنا بالتاكيد اننا من خلال برنامجنا حسين وسامي نحن بنعطي فرصه كبيره للمتصلين، ولكن عشان تعرفون عدد كبير من الاتصالات، بس يعذرنا المتصل القادم. اني احب اشكر المحلات اللي شاركتنا فرحه اليوم، حدائق الورود من احمد المعولي، باقات من الزهور الله يعطيهم الصحة والعافية، جنا روز كذلك قدموا لنا مجموعة من باقات الزهور، جاتو كيك قدموا لنا وخذوا الصورة من شاشة التلفزيون، الصورة حديثة لصاحب الجلالة في لحظة إلقاء للخطاب، بارتي تايم هم اللي قدموا لنا البالونات الملونة بعلم السلطنة، كل الشكر والتقدير لهم. وترى في عدد كبير من المؤسسة كانت تشاركنا، ولكن بس عشان قلنا ناخذكم واحدة واحدة إن شاء الله. يعطيكم العافية كلكم ما قصرتم، ونستقبل الاتصال. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، مين معاي؟ معك أم محمد عاشي السنسلي. حياك الله يا أم محمد، تفضلي. الله يفضل عليك سيدي. والله بهذه المناسبة السعيدة ما ويش أقول لك، يعني مشاعر جياشة، مشاعر لا توصف بهذا اليوم السعيدة. حتى لو ندون دواوين من القصائد والشعر والشعر ما نوفي في هذا الوطن. الله يعطيك العافية أم محمد، ومشكورة كثير على مشاعرك، يعطيك العافية ما قصرتي. الحمد والله، حبيت أشارك من بيت يعني بس معاكم ماني بشاعر، لكن المشاعر القياسة هي لا تحضر أمس في المناسبة السعيدة. نسمع يا أم محمد تفضلي. شفت خطابك وصورتك من مرصده، شفت خطابك وصورتك من مرصده، وهلت الدمعة وفرحي يا عمان مستبشرة، مهما بعدتك الظروف لك هيبة ومفخرة، أبكيت عيون شعبك والدموع متنثرة، كنا عطاشة مثل صحراء في مجزرة، واليوم ارتوينا بأربع دقايق لمسطرة، شفناك مثل هلال هل في صورة مصورة، بزغ وجهك كنك قمر ساطع بليلة منورة، راح الحزن والهم والغم وعم الفرح يا مكسرة، راح الحزن والهم والغم والفرح عم الفرح يا مكسرة، ردت لي الروح الله. ردت لي الروح وجبرت عظامي كانت متكسرة، راح الحزن والهم والغم وعم الفرح يا مكسرة، ردت لي الروح، ردت لي الروح وجبرت عظامي كانت متكسرة، شفته خطابك وصورتك من مرصده، وهلت الدمعة وفرحي يا عمان مستبشرة، مهما بعدتك الظروف لك هيبة أو مقدرة، أبكيت عيون شعبك والدموع متنثرة، أبكيت عيون شعبك والدموع متنثرة. والله ماني بشاعر، لكن ما قصرتي، مشكورة يا محمد، تسلمين على هالمشاعر، ما قصرتي، تسلمين. أيضا معنا والله يحفظه إن شاء الله. آمين آمين يا رب العالمين، دائم لهذا الوطن نبكيه بسعيد على صغار وكبار ومن نساء ورجال، هذا اليوم السعيد صراحه. اللهم آمين. نتمنى رجوع للوطن، نتمنى رجوع للوطن ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يكون فرحه الاكبر ان شاء الله يا رب. شكرا يا محمد، تسلمين. ما قصرتي، ما قصرت كثير على مشاعرك وكذلك اتصالك. ايضا معنا اتصال، نقول مرحبا. السلام عليكم. ابوي يا مرحبا، مين معي؟ يا ابوي الو. يا مرحبا، مين معي؟ وياك امل، لو سمحت على السريع بعد بيت القصيد. يا ليت باجازه عشان نقدر ناخذ اكبر عدد من الاتصالات. طيب. امل تفضلي. طيب. يا ابوي صوتك رجع النبض للقلب، يا ابوي صوتك طمن عمان بعمان، كلنا رفعنا الكف، يا رب يا رب تشفي الذي يحبه سرب كل شريان. سوالمكم ما قصرت وصح لسانك. حبيت اقول الحمد لله على سلامة السلطان، وهن شعب عمان على القائد، 5 نوفمبر يوم تاريخي راح يظل في قلوب اهل عمان، لان كلنا متعطشين لشوفة السلطان، صراحة كانت أحلى مفاجأة منه. شكرا شكرا أبوي السلطان، ورب يعودك على خير. آمين. شكرا شكرا يا أمل. إذا في اتصال أخير يعني ناخذ آخر اتصال، بعدين كمل شوي حوار مع ضيوفنا، نقول مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يب. من معاي؟ عندك رقية. تفضلي يا رقية. أول شيء حبيت أهني طبعا كل فرد وكل مواطن في كل بقاع السلطنة الحبيبة، طبعا بالأمس سمع صوت أنا أسميه روح الوطن ونورة قابوس، وعلى هذه الأيام الصراحة السعيدة اللي أسميها النوفمبرية،
بالأمس صراحة كان عيد السلطنة. نعم. مجرد بس شفنا جلالة السلطان. طبعا كل المدارس بالأمس طلعوا طلابهم وسجدوا سجدة شكر لله في ساحات المدارس. واجب الشكر. وكان الصراحة الصورة معبرة جدا، وكل فرد طبعا عبر عن مشاعره بطريقته الخاصة. مشكورة يا رقية، أشكرك. أيوة. كثير على اتصالك. أيوة. واليوم طبعا من الساعة 8 صباحا خرجوا طلاب مدرسة عثمان بن مطعون. نعم. بنيابة الحوقين عملوا طبعا مسيرة معبرة مبهجة. حلو. حلو. إلى جانب الأساتذة. عذريني عذريني والله، بس عفوا على المقاطعة، بس لأن باقي آخر اتصال عندي لأن الوقت أنا مزاحمني. شكرا على مشاعرك وشكرا على هذه. طيب. الرسائل اللي وصلتني إياها من خلال برنامجنا. الاتصال الأخير وأتمنى بإيجاز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، معاي مين؟ دكتور سعيد بن محمد الغيلاني. حياك الله دكتور، تفضل. عبد الله اخوي، اسعد الله صباح عمان. صباحك وعمان مشرق دائما وابدا ان شاء الله. وان شاء الله دائما. حن الكلمات يعني تعجز في لساننا كيف بنعبر عن المشاعر الجياش اللي في قلوبنا تجاه وطننا وتجاه الله. حبيبنا وتجاه قائدنا. عبد الله اخوي، بارحة كنت في الجامعه لما جه الخبر ما تصدق كيف كانت فرحة الجميع. والله دخلت الغاء على الطلاب. نعم. أقسم لك بالله العظيم الفرحة في عيون الكل. الحمد لله حن سعيدين وحن فرحانين. وزادت فرحتنا أكثر. نعم. لما شفنا رمزنا مولانا قائدنا. حن دائما وأبدا نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يمد بالصحة وأن يمد بالعافية وأن يخلي لنا، لأن هذا الإنسان تعجز الكلمات عن توفيه بحقه. أنا أكلمك كمؤرخ يا أستاذي. أعرفك. والله العظيم الكلمات تعجز. نحن دائما وأبدا في كل محاضراتنا ندعي له جميعا. آمين. والله أنا طلابي. الله مستجب. والحمد لله يعني شعور جميل. وعمان كلها من أقصاها إلى أقصاها والخليج والوطن العربي متواصلين مع زملائنا. جزاك الله خير. جزاك الله خير دكتور. في كل مكان والله عبد الله. جزاك الله خير دكتور على هذا المشاعر. ما قصرت على هذه المشاعر، وحرصك انك تتواصل معنا من خلال البرنامج. كل الشكر والتقدير لكل كوادر الاكاديميه كان من داخل وخارج السلطنة. اشكرك كثير دكتور. ارجع بس مع ضيوفي دكتور سامي زجالي وكذلك المصور الضوئي حسين العجمي. شبكات التواصل الاجتماعي بمنكم يعني من الشباب، فئه الشباب يمكن اكثر، ان كان شبكات فيسبوك تويتر انستغرام، اخذ كلماتكم حسين. والله شبكات التواصل انقلبت امس 180 درجه. نعم. للافضل طبعا. والشيء مفرح. يعني تشوف الكل ابتهج امس. وسرب الأخبار الجميلة. للعلم في بعض الجهات الخاصة عملت مسابقات للتصوير خاصة لهذا الموضوع فقط. نعم. أمس فقط يعني. نعم. تغير الموضوع، عملت مسابقات وفيها جوائز ومنها القبيل، فهذه فرحة جميلة صراحة. نعم. سامي، أنا بأمانة لاحظت إنه البارحة حتى اللي ما كان يكتب شعر كان قاعد يحاول إنه يعبر عن فرحته بطريقته. نعم. يعني. نعم. كان في البارحة عدد كبير من الصور من التصاميم الجرافيك وأيضا من الأشعار ومن الرسومات اللي إحنا كنا قاعدين نتشاركها وفي الإكسبلور بالإنستغرام، أي الصور العامة أو الأكثر عليها إقبال كلها كانت صور صاحب جلالة. أنا طبعا أخذت بعض الأرقام من أختي سلمى الحجرية. هي كتبت طبعا أنه في تويتر كان في وسم كلمة السلطان للشعب العماني. في 4 ساعات 20,000 شخص طبعا كتب أو استخدم هذا الوسم، ولكن خلال هالأربع ساعات وهال 20,000 وصلوا إلى 32 مليون حساب وإعادة تغريد إلى 5.6 مليون. وهذه الأرقام طبعا من سلمى الحجرية، هي مختصة في الإعلام الاجتماعي. فلاحظت ان الكل قاعد يعبر بطريقته وعن فرحته، ايضا غير العمانيين، اصدقائنا سواء من دول الخليج وايضا. نعم. من دول عربيه. نعم. الكل كان شاركنا هذه الفرحه. نعم. البارحه. نعم. انا بصراحه الحوار معكم ممتع، ولكن انا عندي عده فقرات. اليوم بيكون مسك الختام زي ما بديناها بابتهال من خلال فضيله الشيخ طالب بن سعيد القنوبي امام وخطيب جامع سلطان قابوس. بنختم كذلك فقرات برنامج قهوه الصباح مع المنشد خالد بن محمد العريمي. بس انا بحب اشكر ضيوفي. شكرا لحسين العجمي، نورت ببرنامجنا قهوه الصباح، وشكر موصول للدكتور الغالي والعزيز والصديق الدكتور سامي الزجالي. نورتونا. انا عارف ان اخذنا من وقتكم كل واحد دقائق بسيطة، ولكن حبينا انكم تشاركون معنا في برنامج بتكفينا والله ان نعبر عن الفرحة. تسلموا. نورتونا. واحنا نشكركم بدورنا مشاهدينا الكرام وايضا فريق برنامج قهوة الصباح، وايضا احمل شكر زميلتي اميرة البلوشي اللي شاركتنا في تقديم هذه الحلقة. والكلمة الاخيرة لشاعرنا وكذلك منشدنا خالد العريمي.
يلي غسلت وجهك بماي البحر والله شكثر مملوح بس أذكر اسمك أحس فيني ترد الروح يلي غسلت وجهك بماي البحر والله شكثر مملوح بس أذكر اسمك أحس فيني ترد الروح إحنا نعيش فيك يا ساكن فينا الله يا أجمل وطن الله يا أجمل وطن الله يا أجمل وطن البعض منا يغلط وانت تقول مسموح يلي غسلت وجهك بماي البحر والله شكثر مملوح بس أذكر اسمك أحس فيني ترد الروح يا عمان يا غازل من حروف الحياة مستقبل مباهر مستقبل مباهر يا عمان يا واهب لإنسانك أمل يا مبهر الباكر يا مبهر الباكر يا معلي فوق الجراح يلي صباحك صباح يا مبهج الناس